رجعنا بعد البريك نتابع الحلقة الأخيرة من جمعتنا حلوة لرمضان 2016. من الأغاني اللي كتير بحبها لسيرين. بتحبيها؟ يا دلع على أن مع أنه عم نسمع بحبك مهذب، بس في هيك جملة بالتيتر تبع الهيبة بيقول في ناس بتعطيها عمرك ما بتستاهل ثانية. التيار بحياتك لحدا؟ اي حد واحد فقط. صديقة كانت. نسيتي تقولي اسمها؟ نسيت تقول اسمها؟ ليش بدي يعني هلا نسيتي تقولي لنا اسمها ولا ما رح تقولي لنا؟ لا ما رح اقول اسمها. كانت صديقة ويا ريت ما عطيتها ثانية من عمري. منيح انه شخص واحد احمى يكونوا كتار لانه صاروا كتار شوي. لا مش مزبوط هيك. في ناس بعدها كثير منيحه وكذا وهيك اكيد، بس انه كمان صاروا كتار يلي هن تعطيهم كتير و ليك برجع بقول هو خيارك انت. مين بتفوت على دائره حياتك؟ يعني مين اللي بضلهم معارف ومين بيصيروا اصحاب وكلوز لك؟ هذا صار خيار يعني. بس بالاجمال الافضل انه يعني الناس تضلها معارف ومن بعيد لبعيد، لانه لما بيفوتوا على حياتك بيصير في قصص يمكن مشاكل، عشان هيك لازم تنقيهم. بدي ارجع دراما شوي. لا شك هذا مش دراما اللي كنا تنزل دمعت. لا شك سيرين انه خلال هيك سنوات النجاح الطويلة رسمتي امبراطورية خاصة بمحل معين، كلنا بنعرف هيدا الشيء. مثل ما قلنا بالانترودكشن انت النجمة اللي فتحتي باب قدام الفنانين الممثلات اللبنانيات. من قبلك ما كنا نشوف ممثلة لبنانية غير بزمن الستينات زمان، يعني ما كنا نشوف نجمة لبنانية موجودة على شاشة عربية وعم بتكون اخذ دور بطولة وعم بيكون العمل قائم عليها. بالمسلسلات بالأفلام كان فيه بس بالمسلسلات صحيح. بالأفلام عم بتحكي مثل مين؟ مثل مادلين طبر مثلا. مثل نيكول سابا مع عادل، مع عادل إمام في إيمان كمان قديما. في صباح اكيد اكيد قلت ستينات انا حسب هيك قلت ستينات. فتره الستينات كان في كتير يعني حتى نور الهدى، حتى نجاح سلام كانت بطله اعمال، يعني في كتير اسماء. فايزه احمد كانت بطله أكيد. اعمال يعني في نجوم كتير بالزمانات، بس بالحقبه اللي نحن فيها يمكن انت او اكيد انت هو كان اول حدا بيفتح هيدا الباب. رسمتي خلال هالسنوات مثل ما قلت اول شيء امبراطوريه خاصه بسيرين عبد النور. ليه حسينا انه محل معين تنزلتي عن بعض تفاصيلها؟ يعني كنت قبل ينرسم العمل على إيه سيرين على طول. بالهيبة قبلتي انك تكون العمل مش مرسوم على إيه سيرين، يعني الدور ينرسم على إيه سيرين. الدور بس مش العمل. مش العمل. ايه لانه انا اعتبرت حالي ضيفة، مع انه هني بيقولوا لا انت منك ضيفة، انت اساس بالجزء التاني. بس انا من الاساس اعتبرت حالي انه انا ضيفة، لانه في الجزء الاول والتاني كان تحت راية استاذ تايم حسن ومنى واصف والشباب اللي كانوا الموجودين. انا جيت يعني اضافه اذا بدك للجزء الثالث، مشان هيك منه مرسوم لسيرين عبد النور. وفينا انواع من المسلسلات، يعني حتى بمصر انا لما عملت الادهم كان احمد عز وانا كنت اضافه معه، يعني اذا بدك دور ثاني، دور اول نسائي بس يعتبر دور ثاني. برمضان مبروك ابو العالمين حموده كمان كان هنيدي، هذا اكثر ديتام بمصر. بس بلبنان صحيح كان اللي يكون الأساس باسمي. بس ما مش تنازل، يعني هو الكومباك تبعي فرضت انها تكون هيك انه بيعمل نعرض علي اللي هو الهيبة، وقلت اوكي واي نوت. قبل ما احكي عن اسألك عن الجزء الرابع اللي الناس كلها حابة تعرفه، قبل ما اسألك عن الحلقة الاخيرة اللي هي اليوم، محل معين نور رحمة الحدا اللي ترك كل شيء كرمال الحدا اللي بيحبه، يعني اللي تركت الشهرة والتلفزيون وكل شيء. سيرين بمحلات معينة كان ممكن تترك كل شيء كرمال حدا؟ كرمال العيلة تحديدا. تركت كل شيء تقريبا كرمال عائلتي، ومستعدة بأي وقت اللي كان إذا بحس إنه عائلتي عم تنظلم مقابل شغلي بفضل عائلتي بالأولوية. أكيد يعني استمرارية بالنسبة لعائلتي، وخاصة إنه في أولاد.
مش انه انا وجوزي لوحدنا يعني في اولاد. بس قلتي تركتها قصدك بالسنوات اللي كنت شوي حضوري بوقت من بعد 24 قراط قعدت سنه بالبيت كنت من ورا كلمه قالت لي اياها راهبه بمدرسة بنتي انه تاليا بديك تعطيها اهتمام اكتر لانه ما تنسى بوقتك تعملي سيرة حب 9 أشهر بمصر وعملت سوق تفاهم شهر بمصر وجعت جيت عملت 24 قراءات كنت شوي بعيدة عن ما كنت منتبهة لهذا الموضوع هالقد كنت مفكرة انه هي اذا مع ستة ومع بيا ومع ستة التاني لا الولاد بحاجة لامهم ما في حدا بيحل محل الام مشان هيك اخذت قرار انه ما بدي شيء بدي اقعد سنة بالبيت ومن بعدها كملت يعني عملت قناديل عشاء بمصر بسوريا بس ما فيني خبرك في راس يعني هذه الجملة ضلت علقانة براسي يصير إذا عندي مثلا مشهد بسوريا أعمله أرجع أنزل على بيتي أرجع أطلع تنهار مثلا هيك يعني أطلع وأنزل فضل نيم بالبيت ولا تشوفني تالية وقعد أنا وياها وبعدين صار في كريستيانو كمان يعني معقول يعني هالشي معقول جاي يتكرر بعد سنتين مع كريستيانو بس يكون صار بالأول سنين التعليم إذا صار مع تالية ممكن كتير صار مع كريستيان بيقولوا إنه الممثل تحديداً أو الفنان بشكل عام ما بيحب حدا قد ما بيحب الضوء تبعه وحد ما بيحب الاسم اللي هو صنعه يعني متكل وعنا كتير يعني متكل على الضوء عنا كتير أمثلة يعني الصبوحة الله يرحمها بمحل معين كل الناس تعرف إنه أثرت اسمها وفنها على كل شيء بحياتها يعني شو هلا حطيتني مقارنة أنا يعني لا مش مقارنة عم خبرك أنا مقارنة. لا بالنسبة لإلي أنا يعني مع احترامي والله يرحمها صباح بس أنا بالنسبة لإلي ما في شيء بضاهي عيلتي يعني ويلي متكل على الضوء بيركز على الضوء أنا ماني متكل على الضوء أنا بقول لهم أنا بشتغل بالفن يعني أنا مني فنانة أنا بشتغل بالفن وأنا بالنسبة لي عائلتي هي الأساس وهي الأهم يعني مين الأفضل مين الأحسن مين الأهم مين الأجمل مين الضو عليه هلأ مين ما نكسر الدنيا أنا هو لي شغلة تانية بالنسبة لي أنا بالنسبة لي يكون الأولي كأم أولي بعائلتي ولادي منيح جوزي ما خاني أولي المهم مين بالنسبة لي شو يا فريق ما عم يسمع صادق صادق بتحسي انه في ناس يعني حياتها تغيرت بسبب هاي النقطة يعني خسرت عائلتها بسبب الضوء بسبب الفن انا بدي اقول شغلة كنت اقولها قبل ورح ارجع اقولها كل عمري الشهرة مرض مزمن اذا ما عندك مناعة تجاهه بيقتلك بفوخر الراس منين جبتي مناعتك من كتير اشياء من عائلتي من تربيتي من فكرة انه هيدا المهنة لو يعني بقيت لغيري ما وصلت لي انه فترة وعد فترة كل حدا في جيل بده يجي بعد جيل انه انا استفيد من وقتي هلأ وبس الاستمرارية مش لقلي استمرارية لعائلتي ولمواضيع تاني مقتنعة بجزء رابع من الهيبة قالوا لي مضيتي قالوا لي غلط ولا صح مين اللي قال لك انه انا مضيت سمعت عم تكذب كبر من خارك أكتر من هيك دخيلك بكفي قد ايه كبير مش مزبوط مش مزبوط من خارك كبير لا أنا بالنسبة لي ما مضيت جزء رابع والشركة دايما هي على آخر تكة بآخر حلقة ببين إذا في جزء رابع أو لا وهن بيتكلوا على يعني على التلفزيون على أكيد قعداتهم مع بعضهم كشركة منتجة وكتلفزيون كمخرج شو بيصير لبعدين أنا شخصيا ما بعرف إذا في جزء رابع أو لا في حال كان في جزء رابع تفضل لا تفضلي ما يكون فيه وفي حال كان فيه رح تكوني مستعدة في حال طلبوا مني ما بعرف هلأ ما بدي استبق الأمور بدي هلأ عم أقول إذا أنا بفضل ما يكون في جزء أنت بس تم الاتفاق معك على أساس الهيبة الحصاد نعم يعني آخر جزء ما بعرف إذا آخر جزء بس إيه الهيبة الحصاد كلمة الحصاد يعني إنه عم نحصد الأجزاء يعني مركب يجي يزرع بعدين يزرع بعد جديد بعد الحصاد مع إنه كان فيك تستثمري قبل مثلا روبي كان كتير يستثمر فيه بأجزاء قال لي مكسيم خليل بس كان ضيفي إنه أنا ما بحب فكرة الأجزاء أنا بحب أتحدى حالي بشي جديد ما بتحمل إنه أنا عم بعمل نفس العمل
مرة تانية ومرة تالتة ما بقدر أتحمل حالي. بس هو عمل بروبي 90 حلقة يعني يعتبره ثلاث أجزاء. بس بالنسبة لي ثلاث أجزاء fair enough يعني أكتر بصير الموضوع زايد عن حده. Too much. أي لأنه حلو أنه يصير في نجاح بعدين بيجي المخرج أو المنتج بيستثمر هيدا النجاح بس بعدين بتصير القصة مملة. يعني قديه بده يضل واحد عم يكتب لنفس الشخصية 30 حلقة ورا 30 حلقة ورا 30 حلقة. بغض النظر انه كلهم اكيد في افكار دايما بتكون بس انه الممثل بحاجه انه هو يطلع من دور انحبس فيه لثلاث اجزاء ويعمل. انا بعرف من حالي عم بحكي بروبي يعني بحكي بسيره حب انه كنت بحاجه اعمل اشياء تانية بيختلفوا. لو هلا اجى اتصال من المنتج صادق الصباح وقال لك في عندنا جزء رابع لهيبه ما عندك جواب جاهز هلا؟ لا بكتري له بدي وقت فكر. لا بدي اقرا بدي أعرف أنا شو دوري بالهيدا. أدي كنت راضي عن دورك بالجزء الثالث؟ كنت راضي بنسبة كبيرة. أدي النسبة؟ هلو ضروري أرقام يعني؟ لا بنسبة كبيرة كنت كتير راضي وخاصة 60% نسبة كبيرة و90 نسبة يعني كبيرة يعني أنت قرر. أنا كنت راضي لغاية يعني بالأولويات يعني بعلاقتها بجبال ولغاية ما وصلنا على الهيبة صار في هيك مثل كأنه فعلا يعني أنا إذا بتحط حالي محل الكاتب أنه وجودها بالهيبة شو ممكن تعمل؟ ما بتعمل بتعمل إحصاء وتجرب تحسن بتجرب أنه تضلها هي مثلا أنه بتجرب تقرب وجهات نظر مثل أنه في حدا كاتب أنه شو قلبت نور من إعلامية لخطابة مثلا بتضحكني كتير اللي قالوا أنه زبطت أم العريب صارت عم تتجوز العالم كتير معنوم شو كانوا يسموها بالزمانات فعلا يعني ام الحاف بدها زلغوطة بصراحة فما دل حدا ما تجوز يعني بالهيبة من ورا نور وانه صار في هيك شيء يعني حب وهيك بس فعلا انه نور شو بدها تعمل بالهيبة تمسك الرشاش وتنزل يعني تقتله لغازية ولا انه تحارب لا ما يصير هالشي يعني نزلتي على سحور الصباح كيف كان؟ سحور الصباح كتير منيح بجنن كان كتير حلو أستاذ يعني أنا بدي أتشكره أستاذ صادق إنه كان هالقد مهتم بنزولي وأصر إنه أنا لازم أنزل وحكينا أكتر من مرة أنا وياه على التليفون وأنا بحب يعني أكيد أنا أصلا موجودة بكل مناسبات أستاذ صادق يعني لما جوز بناته وابنه مؤخرا وبكل السحور كنت تكون موجودة سنتين كمان صحيح بس هيك شوي حسينا إنه صار في نوع من التوتر شوي بالعلاقة خلال عرض الهيبة ولا لا؟ أبدا أنا أستاذ صادق لا أبدا أبدا ولا تصريح اللي حكيه ورجع شخصيا ما في شيء أبدا هيدا التصريح اللي قاله صار في اتصال بيني وبينه على موضوع لما قال إنه نادين نسيب نجيم وتيم حسن وكوصي الخولي حاليا بس يلي بيبيعوا على أساميهم مسلسلات صار في اتصال بيني وبينه انه اذا فعلا استاذ صادق بتشوف انه انا ما ببيع على اسمي هيدا انه اعطيني جواب انه فعلا ولا انه صار في ما فهمت يعني كان عبالي اعرف منه لانه اوقات كتير مثلا انا اليوم هلا بمقابله بكون عم بفكر وموتره بنسى مثلا اتشكر حدا ولا يعني بتصير بس لما بقعد انا وياك بعيدا عن الكاميرا والتصوير لا يعني لازم هذا الشيء يوضح وقال لي قال لي كلام كثير حلو قال لي بتتذكري من 6 سنين لما انا حكيتك كرمال نمضي سوا 6 سنين اعمال وانت رفضتي وانا اعتذرت فعلا لاني خفت يعني بصراحة كان موضوع الحصرية كان مخوفني وخاصة كنت فيكا كونترا مع روتانا حصري كنت خيفانة يعني من الحصرية وبعدين رجع مضي مع زميلي لألي يلي هي نادين طبعا وقلت له أكيد بتذكر بس كنت بوقتها مستندة على منتج كبير كمان يعني كان بوقتها في حدا اسمه أديب خير حاطط براسه أنه أنا بدي أعمل بسيرين عبد النور شيء أسطورة يعني كان واضح هذا الشيء أنه هو هالقد كان كان ميت كان ميت أستاذ أديب خير الله يرحمه لما حكينا أستاذ صادق كان توفى جديد غريب وبرضه ما تحمست خفت مش متحمست أكيد بتحمس هيدا أستاذ كبير يعني أستاذ صادق الصباح شركة كتير كبيرة أكيد واحد بيتحمس بس بيخاف بيقول لك خلينا أعمل عمل ورا عمل أحسن يعني هو عرض لمرة واحدة فقط
وشوفوا كل شوي بدي يعني ما رجع هلا اليوم بعد نجاح لهي بالحصاد وبعد ما شاف الاصداء وشاف انه نحن كلنا شفنا هلا انه الجزء الثالث انجح بكثير من الجزء الثاني والناس حبت الجزء الثالث واكيد هيدا الشيء لانه في الرومانس محل معين في قوه اسم سيرين عبد النور محل معين الناس بتحب تنطرك بتحب تشوفك ف كنا متخيلين مسودة يعني الهيبة تكون مسودة اتفاق لعقد جديد ليش ما بدك تتخيل يمكن ايه اه في شيء ايه نحكي عنه بوقت. لا هلا هلا وقته عز وقته هلا لا دايما في شيء هلا بده يمرق العيد وبعدين نقعد بنحكي بتفاصيل امور تانية اه في حكي ايه يعني باذن الله اكيد وحصريه ولا كيف حصريه ايه؟ عمل بعمل عمل بعمل اوكي عادة سيرين بس تستلمي الورق بتطلبي ورقك بس أنا بدي أسألك سؤال أنت برأيك أنا ما ببيع مسلسل على اسمي؟ لا أبدا لا يعني بس أنه بالآخر أستاذ صادق يمكن قال ما كان واضح بالنسبة له هيك عنوين بس أنه أنا بالنسبة لي أنا بحبه قد الدنيا وهو بيعرف نيتي تجاهه وأنا بعرف نيته تجاهي وبالآخر أنا حدا يعني أهم شي فيه أني بوثق بحالي يعني هو اللي وصلني لمطرح أنه أنا ضلني مستمرة كل هالسنين 19 سنة أنه أنا بعرف أوثق بحالي قبل ما أنت إلا سؤال الثاني أنت محل معين علاقتك فيه الطيبة والحلوة ونظرتك الأبوية لقاله هي اللي خلتك تصدق فكرة أنه سقط سهوا ولا هو ولا سقط سهوا كارثة يعني إذا حدا قال لي سقط سهوا يعني بنساني كارثة بس ليك في راس بدي لك شغلة مش كل شيء بينحكى على الهواء في اعتبارات تانية عند استاذ صادق نقطة على السطر بنحكي اشياء تانية طب هتقول لك انا وانت تقول لي اذا صح او غلط نلعب هاللعبة يلا بقول لك يعني معقول حتى ما يزعل نادين مثلا ممكن ليش نادين معقول تزعل ما بعرف اذا كان فيها هالقد منافسة شريفة وحلوة اي دون نو ما بعرف ممكن نسأل سؤال تاني اوكي سمعنا شوي هيك عن ممثلات خاصة بهيدا الشهر بس بدهم يقروا دورهم او بس بدهم يعرفوا شو بدهم يعملوا او بس حتى يبلشوا يحضروا بحبوا انه يرجعوا يقلصوا ادوار جانبية حدهم ممثلة تانية حلوة او كذا يخففوا لدورة يطلبوا من المنتج انه هاي الممثلة انا ما بديها كتير بمسلسل تبين عندك هالحركات الحمد لله لا نشكر الله عقليتي بعدهم يعني طبيعيين لا الحمد لله لا ما عندي هيك يعني سمعتي كيف حكيتي عن روزينا قبل أكيد شوي أكيد نحن بنكمل بعض وكل حدا نجم بدوره وبالآخر وجود النجمة على الشاشة بمعظم المشاهد مشهد ايه مشهد لا مش لمصلحة يعني حلو الجمهور يشتاق ينطر من مشهد لمشهد ليشوف الممثلة حلو شو تعليقك على هذا الشيء؟ لا لا مش حلو شو تعليقي انا ما صارت معي يعني انا اذا بدي احكي عن حالي انا ولا بحياتي بسال عن يعني عدد المشاهد لغير ممثله ابدا او يعني انا بالنسبه لي دوري هذا المهم انه دوري قد ايه فعال بغض النظر اذا كان مشهد واحد بالحلقه ولا مشهدين ولا عشرة بهمني انه اذا فعال ولا اذا العالم رح تحكي فيه من بعد ما تخلص الحلقه ولا لا تطربك اليوم جملة نجمة رمضان 2019 تطربك اللي ما بدي يكون يعني مني ما بدي احكي اكيد تبسطني بالنسبة لي اكيد انا بتفرحني بس بنفس الوقت هيدا الشيء منه ما في حدا يعني كل الاشخاص يلي عم تشتغل كلهم موجودين على الساحة وكل حدا منهم عنده جمهور وكل حدا عم بيضوي على شاشة معينة والساحة بتساع الكل هلا انا بنبسط من الجمهور بحبني انه يقول لي هيك مثل ما بتنبسط زميلة تانية لقلي بيقول لها هيك جمهورة بس انه مش انه يعني بتسكرني اذا بدك تبسطني بس ما بتجنني يعني بصير انا عرفت مين أنا شفتي أو لا أحد. مين شفتي برمضان 2019 صار لك تشوفي شوي والله شفت كل شيء شفت من كل شيء لمين زقفت تبعت تبعت دقيقة صمت تبعت خمسة ونص تبعت انا كتير حبيت قصاي على فكرة رولا حميدة ختام اللحام بالهيبة استاذ جوزيف ونصار رفيق علي أحمد نقولها دانيال بإنت مين كمان
تبعت كتير قصص. اخترت الأسماء اللي بعيدني عن المنافسة، الأسماء الكبيرة شوي بال... لا اخترت الأسماء يلي هن عن جد يعني صحيح كانوا منهم الأبطال الأساسيين بالعمل، بس كانوا أبطال بشكل أنه كل السوشيال ميديا حكى عنهم. زيادة ما بيعني أنه ما تبعت نادين وما تبعت ماجي وما تبعت كارين رزق الله و... وأكيد ورد الخال و... 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 ودليدة خليل وكتار يعني من الأشخاص يلي كانوا موجودين، دانيلا رحمة، كلهم تبعتهم أكيد. سلافة معمار، أي دور قلتي عنه كممكن أخده لو أرد علي حبيت؟ ولا واحد. ولا؟ لا ولا واحد. أنا كتير كنت مبسوطة بالنور رحمة على فكرة. كان في كتير تحدي كان النظر. لا يعني لما يكون عندك دور، لو قاعدة ببيتك تقول يا ريتني أنا عملت هيدا الدور مثلا، لا بس لما يكون عندك دور بتكون كل تركيزك عليه. وأنا فعلا بالنسبة لي نور رحمة كان تحدي كبير بالنسبة لي، يعني كان ما بيشبهني ولا مطرح، وكنت حابة أعمل شيء ما بيشبهني. شفناكي كمان بسحور إيجل فيلمز، شو؟ وبالأبيض كمان برأيت كنا كنا بالأبيض. إيه بس بالأبيض سلام كنا حبيبة سلام. وانت وماجي ومحبة، وحتى أصلا كانت ضيفتنا وحكيت حلو، قالت لي أنه صار في اتصال بيناتكم والأمور كلها مشت بخير، صار في اتصال من بعد طمينا صفحة الماضي، من بعد ما فاتت على المستشفى صار في اتصال وطمنت عنا ورجعت اتصلت فيه ورجعنا اتصلت فيها وباركت لها أول ما بلشت التصويرة ورجعنا التقينا بالسحور. وماجي حدا طيب، أنا كان عندي كامل الثقة بهذا الموضوع. وأوقات الناس الطيبين هن اللي بيتأثروا بإنه الأقاويل شو بتنحكى، كان أنا ولا هي يعني بالأوقات بتأثر إنه ناس بتفوت بيناتنا كتار. هود الناس اللي بيفوتوا، هود الناس اللي بينتروا، هلا موجودين أكيد موجودين بكل مهنة وين ما كان. أوقات بين جارة وجارة بيكون في جارة تالتة بتعمل قصص، يعني إنه حتى ستات بيوت. بس أنا بحسك شوي محل معين إنك اشتغلتي على النقطة بحياتك، إنك تكوني حكيمة وما تديري دينتك عطول. يعني كتير بلاحظ إنه أنا وأنت مثلاً بكون عم بحكي معك على التلفون، إذا قلت لك شيء لو حتى كانت معلومة رغم إنه في علاقة طيبة بتجمعني فيك، مش إذا مش بس ما بتعلقي، أو ممكن أوقات ممكن تعلقي، بس ما دغري بتاخدي الموضوع بهالقد أهمية. إيه دافع و... أول شيء دافع إنه بركي انفهمت غلط، وبركي إنه ما هيك كان قصده، بركي أنا دافع. ما بعرف شو بدي اقول لك في راس، بس انا بجرب قد ما فيني بعد حالي عن المشاكل، وانا ما بدي يعني ما ب... يعني بتعرف هذا المثل بيقولوا لك ما تخبرني العالم انه بتكرهني، خليني احب الكل. يعني خليني ضلني حابه الكل، ما حدا يقول لي شيء عن حدا. بجرب ابعد حالي عن الطاقات السلبيه حتى ما اتاثر، مش اكثر ولا اقل. بس اكيد موجودين، يعني اكيد موجودين واكيد بيوصلوني من اكثر من جهه. اوقات هي اصعب شيء لما بيجي وبسلم على الشخص وانا بعرف انه هو بيكون يعني مش مقصر فيي. هذا صعب، بس انه بالاخر ما بدي اعمل مشاكل مع حدا. سلمت من خلال البرنامج مجموعه انسان على الهواء، سلمتي سلام على نادين جيم؟ مدت لك ايدها؟ لا حرة هي، مش هي حرة. كنت منتظرة منها جواب؟ ايه كنت مفكرة رح انزل من الحلقة ولاقي تويت مثلا انه ايه حبيبتي اكيد انا كمان نجاحي من نجاحك، بس لا ما صار هيدا الشيء. انه بس بحترم يعني هي هيدا، هي يمكن بتحب تكون بعيدة وهيدا هي حرة. زعلك هيدا الشيء؟ ابدا ما زعلك. كنت متوقعة؟ لا ما بزعلك. انا كنت موقعة، كنتي موقعة اثنين يعني بالنهاية هيدي هيدي، انه واحد بيتوقع يعني من سلوك الاخر اذا كان هو قريب او بعيد. كان عندك تعليق على اللي قيل انه ما كانت متواجدة بسحور صباح حتى ما يصير في مواجهة بينك وبينها؟ لا حتى لا ما تلتقوا؟ لا تعليق. ممكن يكون صح ممكن يكون لا، ما بعرف. سيرين يعني نطلع على مصر، نطلع على الخليج، بنشوف انه حتى بنطلع على لبنان، بنشوف بتقهرني هالجملة، هالساحة بتساعد كل ما بتقول لي اياها وبتقهرني فيها. لا لا نحن عنا ما عم بتساعدكم كلكم يا عم، يعني نزلنا على سحور. صحيح شفتك مع سيفاني وشفتك مع دانيلا وشفتك كنا مع ماجي موجودين مع هلا. اذا انا على خلاف مع نادين مش يعني انه انا خلاف مع كل الناس، بنسلم على كل الناس وموجودين كلنا مع بعضنا، ومع ورد ومع دانيلا ومع يعني دليدا خليل ومع ماجي ومع كثير. لا نحن كنا موجودين كنا وهنينا بعضنا، وهذا الشيء يعني عادي. كلكم كنتوا أصحاب وكلكم كنتوا مع بعضكم. هي الوحيدة اللي على فكرة ما كانت. شو بدي أقول له هلا؟ شو مين رد عليه؟ بريك يا خي، طلع بريك، الله يرد عليك. الله
الله يخليك كرمالي انا كرمال عيوني عفت العبري يلا بريك